بكم بأخبار مواد البناء من فبي. للشهر الثالث على التوالي سجلت أسعار حديد التسليح في دولة الإمارات استقراراً نسبياً عند متوسط 2748 درهم للطن، حسب بيانات مصادر عاملة في قطاع البناء والتشييد وتجارة مواد البناء في السوق المحلي. وبلغ سعر طن الحديد التسليح بشتى القياسات من 10 إلى 40 مليمتر بسوق أبوظبي إلى 2744 درهم للطن، بينما وصل إلى 2752 درهم للطن في سوق دبي، مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة إليها. وعزى تجار مواد بناء وعاملون في قطاع البناء والتشييد هذا الاستقرار للشهر الثالث على التوالي لتوازن العرض مع الطلب في الوقت الراهن، بينما فسروا الارتفاع بواقع 8% في الربع الأول بأسباب تتعلق بخطوط الإمداد والشحن وارتفاع كلفتها، إلى جانب فرض توفر مواد الخام الأساسية التي تدخل في هذه الصناعة في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية. وكان هذا التقرير من صحيفة الخليج.